السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو أقل ما يقال عنه أنه رائع حدث في إحدى الولايات الجزائرية، وتفاجأ صاحب سيارة قام بركنها في إحدى الأماكن، وعندما عاد تفاجأ بحارس الحظيرة قام بشيء رائع جدا أعجب كل الجزائريين. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم خاوتي، صباح قاعدة اللوطو تاعي في البلاد في ولاية تلف، لقيت كاس والحكاية وترجت والله غير لقيت الباركينغ الله يعطيك الصحة، غير دير كارتون ديرو في بارابريز الله يكون عارفين سخانة اللي في ولاية تلف، ومشي غير اللوطو تاعي كالواط اللي راهم في الشمس كارا دايرين الكارتون الله يعطيك الصحة. أيا كي جيت نخلص ونعطي له ديمي قال لي والله ماني ديم فوق ندير دو مينا، باش تعرف بلي الناس كاين الناس اللي فيهم الخير وكاين الناس بلاد فاميلا الله يعطيهم الصحة.